السيد الرئيس، نشكر مجلسكم الموقر على الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن، ونلفت عنايتكم إلى مأساة المعتقلات في سجون الحوثي، وهي مأساة تهز كرامة الإنسان اليمني ووجدان الإنسانية، حيث تقبع بالسجون الحوثية أكثر من 280 امرأة يتعرضن لصنوف التعذيب. السيد الرئيس، رئيس مجلس الموقر، إن جريمة اعتقال النساء في سجون الحوثي جريمة مركبة مكتملة الأركان، تتضمن اختطاف وتلفيق التهم واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، وصل حد الاغتصاب، تعرضت أكثر من 30 سجينة للاغتصاب في سجون الحوثي. سيدي الرئيس، شكلت ميليشيات الحوثي ميليشيا نسوية سميت بالزينبيات، تقوم بعمليات قمعية وانتهاكات ضد النساء كالتفتيش والاعتقال والاحتجاز التعسفي ونهب ممتلكاتهن والتعذيب في مراكز الاحتجاز السرية. وقد حدد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الشبكة الحوثية المتورطة بقمع النساء بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها القيادي الحوثي سلطان زابن المعين مديرا للبحث الجنائي التابع للحوثيين. سيدي الرئيس، ندعو مجلسكم الموقر إلى إدانة هذه الممارسات والجرائم والانتهاكات بحق النساء في اليمن، والضغط الفعلي لإطلاق سراح كافة النساء المختطفات في سجون ميليشيا الحوثي ومساءلة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لهن لتجاوز آثار الانتهاكات التي تعرضنا لهن. شكرا سيدي الرئيس.